وعلى طول قول الأول. في مطلع التسعينيات عانى الأهلي كثيراً على المستوى الإفريقي، ففي عام 1992 تعرض الأهلي لظلم شديد وخرج من دور الثمانية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. وجاء العام التالي وفاز الأهلي بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه. لكن مباراة كأس السوبر الإفريقي عام 1994 أمام المنافس المحلي الزمالك شهدت ما لا يمكن تحمله. اللي حصل سنة 94 كان جريمة ارتكبها الحكم بيتروس ماتابيلا، وكان في معلومات مؤكدة واتكتب كده وصلوله، كمان أصفرت عن إيقاف نجوم للأهلي وكابتن طارق سليم وعقوبات على هارس. طردت كمان في المباراة دي وخسرنا 1-0، وبعد كده اتخذ قرار بمقاطعة البطولات الأفريقية والتحام بين يوسف وأشرف، محمد يوسف وأشرف يوسف تشابه أسماء طبعا، وروح طيبة من حسام وضربة حرة مباشرة لانزمان أري سلساتوس، نادى الحكم وقال له حاجة على طول طلع كرت الأصفر لمحمد يوسف. ده كارت احمر، ده كارت احمر لمحمد يوسف. بعدنا عن افريقيا، وبالتالي كنا ممكن نحصد او كنا اكيد هنحصد بطولات كتيره بتاعت افريقيا. والاتحاد الافريقي طبق اللائحه ان هو ما تلعبش لمده بطولتين، وكان فيها يمكن من اقوى الفرق في تاريخ النادي الاهلي، وكان يعني 90% هيفوز يمكن باثنين بطولتين لبطوله افريقيا. ده كان قرار سيادي بمجلس الاداره ان احنا ما نشترك، لان احنا عانينا معاناه جامده جدا في البطولات الافريقيه في خلال المرحله دي. النادي الاهلي بيحاول يخرج من اي ازمه ضروري بمكسب. احد المكاسب المهمه اللي كسبناها المشاركه او تنظيم البطولات، البطوله العربيه، وفوزنا بيها ثم مرتين، ثم السوبر مرتين، ثم واصبح الجميع يرى حجم البطوله التي لقت رواجا هائلا بعد مشاركه النادي الاهلي فيها.